إن كان هناك إنجاز لازم يبقى قدامه شائعة. هو أنت فاكر الشائعات تلاحق الفاشلين؟ أنت فاكر إن الشائعات تلاحق غير الناجحين؟ هو أنت فاكر الشائعات تلاحق الناس اللي مش حرقاهم؟ الشائعة تزيد وتزيد طول ما في نجاح، الشائعة تزيد وتزيد طول ما في إنجاز، الشائعة تزيد وتزيد طول ما في أطراف معادية متألمة موجوعة صارخة صياحة. هل احنا نقدر نواجه الشائعات؟ طبعا انت تواجه الشائعات بالايه؟ بالحقيقة. طب والحقيقة دي لازم يكون لها مركز، والمركز ده لازم يبقى من جوه، من القلب، من الورشة، من المصنع، يعني من جوه الحكومة. يقولوا لنا والله يا جماعة ده غلط، الحقيقة بتاعته كذا. فتلاقي انه عندنا النهاردة واحنا بنتكلم حصاد لمواجهة الشائعات، توضيح الحقائق الحقيقة والرقم خلال سنة ايه؟ 2021 اللي خلصت. مش دايما اقعد اقول لكم بالمناسبة يناير هو الموسم الكبير، انا وانا قاعد عمال اقرأ التقرير بتاع المركز الاعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبالانفوجراف بالمناسبة الخاص بمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال 2021، لقيت انه تصوري او ظني او ملاحظتي سليمة، الشائعات تزيد دائما في شهر يناير. 21 كان ليها نصيب الاسد. طب تفتكر ليه كان ليها نصيب الاسد في كم الشائعات ونسبها؟ علشان 21 كان التكليل لجهود 7 سنين شغل شديد ومضني وصعب، وكان فيها ثمار حقيقية العالم كله كتب عليها، فلازم تروح طالع الشائعة. فينشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التقرير بتاعه زي ما كنت بقول لكم بالإنفوجراف اللي بيسلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق. خلونا ناخد معنا على التليفون دكتور نعيم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. فعلا حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا، فعلا 21 هو الأعلى. ليه؟ علشان الشائعات بتزيد بشكل كبير مع الإنجازات. صح. يعني كل ما هتزيد الإنجازات وكل ما هيزيد نجاح الدولة المصرية في تحقيق الأهداف بتاعتها لازم هتزيد معاها الشائعات بمختلف القطاعات بقى. يعني الشائعات هتلاقيها حضرتك متنوعة جدا، مع إضافة نقطة مهمة جدا إن برغم إن وعي المصريين بيزيد وبرغم إن معدل الشائعات المفروض إن هو يقل، إنما اللي بيحصل إن الشائعات بتزيد وبتكون أكثر تعقيدا وتحورا عن ذي قبل. هنلاقي إن دلوقتي الشائعات ما بقت الشائعة بتكون معقدة جدا علشان حضرتك تقدر تتحقق من دقة المعلومات الصحيحة اللي فيها. ده خلانا وده بيساعدنا جدا ان احنا اما بنرصد وبنحلل، ده بيساعدنا جدا ان احنا نتعامل مع ده بشكل افضل بكتير. عشان كده احنا بنطلع التقرير ده بشكل سنوي، بنحلل فيه كل المعلومات والتفاصيل اللي تخص الموضوع. اللي هوضح لحضرتك ان غيرنا في الاستراتيجيات بتاعتنا على مدار ال7 سنين. احنا بدأنا في مواجهة الشائعات من 2014، مع الوقت من كتر ما احنا بنرصد وبنحلل وبنطلع تقارير دورية بنغير الاستراتيجية بتاعتنا لحد هذه اللحظة. الاستراتيجية اللي احنا اتبعناها خلال السنة دي استراتيجية الرد الفوري والسريع على الشائعات. احنا حضرتك هتلاحظ ان احنا طبعا احنا في الاف الشائعات اللي بتطلع بشكل مستمر، احنا تقريبا يوميا في المتوسط بنرد على شائعة او شائعتين. بنتبع سياسة ان احنا بنرد على المعلومات المغلوطة، وكمان بنعزز ده ببيانات إضافية تفصيلية تخص الملف محل الشائعة. يعني أنا شفت في الإنفوجراف يا دكتور نعيم الشائعات فعلا عمالة بتزيد. يعني ألاقي 2014 واحد وسبعة من عشرة في المية،
بعد كده 3.1، بعد كده 6.5، بعد كده 9.3، بعد كده 12.9، بعد كده 20.1، ثم 22.9، وصولا الى العام 21 23.5. فده بيعزز ويؤيد تحليل حضرتك، كلما زاد الانجاز كلما زادت الشائعات وتركيزها. بالظبط. في طيب. حاجه نقطه مهمه جدا كمان يا استاذ يوسف عايزه اشير ليها لحضرتك، طبعا الشائعات كمان بتزيد في وقت الازمات. طبعا. واحنا خلال الفتره اللي فاتت كنا بنواجه ازمه كورونا. ايوه. انا عايزه ادلل بس لحضرتك. اتفضلي. ان برغم ان احنا الشائعات كانت في وقت ازمه كورونا كانت متزايده، ولو حضرتك بصيت للانفوجراف رقم 5 و6، انا في رقم 5 بوضح لحضرتك ان الطبيعي ان احنا كانت الازمه هي ازمه كورونا، يعني قطاع الصحه اللي المفروض يبقى رقم 1. صح. برغم كده هنلاقي ان نتيجه الاداره الناجحه للازمه ان حجم الشائعات اللي بتخص ازمه كورونا قلت من 51.8 ل 18.3، يعني 33.5 نقطه مئويه انخفاض. ده لو حضرتك بصيت في انفوجراف رقم 6 هتلاقي في بدايه الازمه اللي هي كانت في مارس 2020 كانت الشائعات 17.7% في المية، وابتدت تتزايد في الشهر اللي بعده على طول في ابريل ل 18.1%. صح. طيب برغم الطبيعي ان زي ما اتفقنا ان الشائعات بتزيد في فتره الازمات. نتيجه اضاءه، واحنا كنا بنتعمد، ولو حضرتك تتذكر يا استاذ يوسف ان احنا في المركز الاعلامي كنا بنطلع تقرير يومي. صح. فقط خاص بالرد على الشائعات اللي تخص كورونا. التقرير ده كان بيشتمل على الاقل من 7 ل 8 شائعات تخص كورونا غير الشائعات العاديه اللي بتخص القطاعات الاخرى اللي بقى تخش على الاقتصاد. لا ده التعليم، الصناعه، الاسكان، مش كلام من ده. بالظبط كده. مواجهتكم لهذه الشائعات مع اداره الازمه الناجح ادى للانخفاض. ادى للانخفاض. حضرتك هتلاحظ بقى ان هي بعد كده في الشهور اللي بعد كده استمرت في الانخفاض لحد شهر نوفمبر 2020 في الموجه الرابعه. ايوه لا الموجه لا شهر لا لا نوفمبر نوفمبر كان الموجه الثانيه. الموجه الثانيه. وبعدين استمرار الانخفاض فضلت مستمره لحد في مايو 2.2، دي الموجه الثالثه اللي هي مايو 21. بالظبط كده، مايو 21 بالظبط. وحضرتك لاحظ حتى الارتفاع في الموجه ما بيبقاش زايد قوي. صح. يعني في الارتفاع الاولاني كان 6.5 في الموجه الاولانيه في نوفمبر، الارتفاع الثاني للموجه الثالثه في مايو كانت 2.2، مش ارتفاع عالي برضه. وبعدين يعني انخفض 50% في الشهر اللي بعده بقى 1.1. بالظبط كده. نوفمبر 2021 الموجه الرابعه 1.4. صح. تمام. ففي انخفاض مستمر. طبعا احنا حاليا في الموجه الخامسه اللي هي في يناير، اللي هي في السنه الجديده اللي ان شاء الله في التقرير الجديد هنكون رصدناه. بس انا عايزه ادلل هنا الاداره الناجحه لازمه فيروس كورونا ساعدتنا ان هي تخفض ده. عشان كده انا باكد لحضرتك 2021 هي الاعلى، بس خلينا نتفق ان في حملات طبعا معاديه للدوله المصريه طبعا. في يعني حمله ممنهجه وفي اساليب مختلفه لانتاج ونشر الشائعات. عشان كده انا باكد لحضرتك ان الشائعات اكثر تعقيدا عن ذي قبل. اللي بيحصل واللي احنا بنعمله في الرد على الشائعات وتوضيح المعلومات والسياسه اللي بينتهجها المركز الاعلامي من اتاحه المعلومات بشكل مستمر من خلال عرض، احنا بنحاول نكون ان احنا سباقين. احنا مش عايزين نبقى رد فعل، احنا دايما التحليل اللي احنا بنعمله ده بيساعدنا نشوف ايه هي نقاط الضعف اللي ممكن ينتج منها الشائعات، ونبتدي احنا نجهز لها تقارير ملخصة في شكل انفوجرافات جذابة نتيح بيها المعلومات للمواطن، لان هو ما يبقاش محتاج ساعتها. واحنا لاحظنا ان حصل تحسن كبير في وعي المصريين من خلال التواصل اللي بيتم بشكل مستمر من المواطنين للتعرف على المعلومات الدقيقة. طب. يعني احنا بنفاجأ بناس كتير، مواطنين بيبعتوا لنا اما على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء او على رقمين الواتساب اللي احنا عاملينهم
او على الايميل لناس بتحاول تتحقق من معلومات وبيبلغونا في شائعات وطالبين انهم ان احنا نرد عليها. يعني المواطن بقى هو اللي بيروح لكم او يعني يتواصل معاكم علشان يفهم ويستفهم ويعرف، ما بقاش مكتفي بانه بيتلقى. بالظبط يا فندم، ابتدى لان هو ابتدى يلاقي مصدر موثوق يعرف منه المعلومه الدقيقه، وهي دي النقطه اللي انا عايزه اكد عليها مع حضرتك. طبعا ان قضيه الوعي دي اولويه للدوله المصريه، وان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من مره فاكتر من مناسبه ياكد فيها على اهميه قضيه الوعي، لان الوعي المزيف ده يعني بجد عدو حقيقي للانسان. طبعا وفي جمله سياده الرئيس قالها في قضيه الوعي بالذات، قال كل الانجازات اللي بتتعمل بالشكل ده لو ما كانش وعي المصريين يحوط عليه هيضيع. صح. طب هنا بقى دكتور نعايم، الى اي مدى لاحظتوا من خلال هذا الرصد المدقق جدا انه الشائعه تستهدف الانجاز؟ يعني الحاجه تطلع نلاقي او يحصل انجاز نلاقي شائعه داخله علشان تحاول تشوهه وتضربه وبالتالي تزعزع ايمان المصريين، ده نقطه. والنقطه الثانيه، هل الشائعات بتطلع بتستهدف قطاعات معينه في الدوله؟ هل الشائعات لما بتطلع وبيبقى فيه هناك بغية حقيقية أو آلية لنشرها وانتشارها بتستهدف مثلا أحيانا فئات عمرية، أحيانا فئات مهنية، أحيانا فئات اجتماعية إلخ؟ بالنسبة للسؤال الأولاني يا أستاذ يوسف، حضرتك لو تلاحظ إحنا عاملين في الإنفوجراف رقم 10 الشائعات المكررة، ودي بتوضح لحضرتك إحنا عاملين نماذج للشائعات المكررة، ودي بتوضح لحضرتك ان قد ايه ان الانجازات فعلا مستهدفه. لو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان المشروعات القوميه في استهداف كبير ليها، وخاصه العاصمه الاداريه الجديده. طبعا كم الشائعات اللي بيستهدف المشروع الضخم للدوله المصريه العاصمه الاداريه الجديده يعني لا يصدق. مذهل. ما بكل هي الأشكال. بالنسبه لهم دي دره التاج فتعالى بوظها لك. بالظبط كده، وكل مره بصياغه مختلفه وباسلوب مختلف وبطريقه عرض مختلفه. وحضرتك معايا ان التكنولوجيا الحديثه يعني زي ما ليها ايجابيات هي ليها سلبيات، فنقدر نزيف بيها الحقائق. انا لاحظت انه كان هناك، ويمكن ده موجود فعلا في نفس سلايد اللي هي رقم 10، موضوع المشروع القومي لتاهيل الترع وموضوع تجميد برنامج تكافل وكرامه. انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ يوسف ان شوف، مش انا حاطه المشروع، ان الشائعه دي متكرره في 2021. انا عايزه اقول لحضرتك النهارده احنا ردين على شائعه تخص تكافل وكرامه برضه. ليه برضو؟ خلينا نتفق ان الشائعات بتستهدف الملفات المتعلقة بالمواطن وانشطته المختلفة بشكل مباشر، فموضوع هو عاوز يهزه وكرامة ده من الموضوعات ومن الانجازات الضخمة جدا للدولة المصرية. عاوز يهز المسألة بتاعت مظلة الحماية الاجتماعية اللي بتعملها مصر. ايوه بالظبط كده. ايوه انا متفقة مع حضرتك تماما في النقطة دي. مهم جدا ان المظلة دي لانها فعلا محققة نتائج ايجابية جدا ونتائج على الارض، يعني نتائج ملموسة، فلازم بطرق مختلفة اقلق المواطن ان دي حاجة مش هتستمر معاه. طيب في هناك يمكن، وانا بظن بس انا عارف ان ده لسه مش هيطلع دلوقتي، لكن هناك دائما بقى شائعات بتتعلق بافقاد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري أو الإصلاح الاقتصادي المصري أو التجربة الاقتصادية المصرية، ويمكن خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول كان في كم شائعات على الاقتصاد المصري حدث ولا حرج. تمام يا أستاذ يوسف، ده تاني قطاع على طول. يعني احنا اتفقنا ان القطاع الاول المستهدف هو قطاع التعليم. ايوه. تاني قطاع على طول بنسبه 22.6 كان قطاع الاقتصاد. ومن ضمن النقاط المهمه يعني بالاضافه لاستهداف المشروعات القوميه هو كمان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي. طبعا. وكل لازم فشل
مش عارفه برنامج الاصلاح الاقتصادي. فاحنا على طول يا فندم في الموضوع ده على طول احنا بنطلع انفوجرافات بشكل مستمر بيوضح المؤسسات الدوليه رايها ايه في وضع الاقتصاد المصري. يعني مش بس بنوضح المؤشرات وتطورها وتحسنها، لا، ده راي المؤسسات الدوليه اللي هي لا يمكن هتجامل حد، هي رايها ايه في وضع الاقتصاد المصري والاشادات اللي بتقولها. ومش كده وبس، ده احنا بنقول توقعهم كمان للتحسن اللي هيحصل لمؤشرات الاقتصاد المصري في المستقبل. صح. فبالتالي انا الموضوع ده يعني بقى واضح بالنسبه لنا جدا وبشكل مستمر. هتلاقي على مدار السنه على الاقل 4-5 تقارير بيطلعوا للمركز الاعلامي بيوضحوا الوضع الاقتصادي المصري والمؤشرات والتحسن بتاعه بالإضافة لرأي المؤسسات الدولية فيه. فبالتالي الموضوع ده يعني هو فيه استهداف وواضح. وبرضه من أهمية التقرير والتحليل اللي احنا بنطلعه ده يا أستاذ يوسف ان احنا بنوري المواطن حجم الشائعات اللي بتستهدفه شكلها ايه بالأرقام الدقيقة، وبنوريله القطاعات اللي هو بيستهدفها. احنا شايفينها اهو قدامنا، يعني واضح جدا انه القطاعات المستهدفة اولها التعليم واول مكرر الاقتصاد، يجي قطاع التموين في الدرجة الثانية وقطاع الصحة في الدرجة الثالثة. بالظبط كده يا استاذ يوسف. ما هو لازم احنا اتفقنا بقى اي حاجة متعلقة بالمواطن بشكل مباشر لازم يكون فيه استهداف، والشائعات متكررة في القطاعات دي بشكل كبير. يعني مش عايزة أقول لحضرتك كم الشائعات اللي بتستهدف قطاع التموين وقطاع التضامن الاجتماعي. ما هي دي حاجات مرتبطة بشكل مباشر بالمواطن طبعا. على الجانب التاني المشروعات القومية في كل القطاعات حتى قطاع الزراعة. يعني مشروع الدلتا الجديد ده يعني حجم الشائعات اللي استهدفته مش عادي. هو طول الوقت عاوز يعمل حالة فقدان ثقة ما بين المواطن وما بين الدولة ومؤسساتها. بالظبط كده. يعني هدي حضرتك مثال من ضمن برضو الشائعات اللي انتشرت في برضو في الفترة بتاعت أزمة كورونا انهم اكدوا انا عايز اقول لحضرتك الحملات كانت بتطلع ان المشروعات توقفت، واحنا احنا مطلعين لهم انفوجراف مطلعين لهم تقرير في حدود 15 انفوجراف بعنوان مصر مش بتبطل شغل. حلو ده. يعني حددنا كل القطاعات كافة القطاعات الصناعة الزراعة الإسكان وإلى آخره حجم الإنجاز اللي بيتم فيها في ظل الأزمة بتاعت كورونا. طيب استفساري قبل الأخير أهو. في موسم للشائعات. أنا كنت بقول دايما أنه حتى من بداية شهر يناير اللي بينتهي ده أنه يناير كل سنة هيبقى هو ده الموسم بتاع حصاد الشائعات. هل هو فعلا كده؟ هناك موسم معين او شهر معين معدل الشائعات بيصل فيه الى الحد الاقصى؟ هو في مواسم يا استاذ يوسف. يعني خلينا نتفق اولا في احنا لازم نعرف الشائعات. احنا اتفقنا ان الشائعات بتنتشر مع الانجازات، فكل ما كان في انجازات في افتتاحات لازم هيبقى في شائعات كتير. ايوه. على حسب بقى حجم الافتتاحات اللي بتتم في الشهر ده او حجم الانجازات اللي بيعلن عنها. فهمت. عندنا في وقت الازمات، عندنا في تطوير اي قطاع. يعني حضرتك احنا ليه التعليم مستهدف بشكل كبير؟ هو كمان بيمس شريحه كبيره من المواطنين طبعا. بس كمان بيحصل تطوير لمنظومه التعليم دلوقتي. في تطوير للمناهج، فبالتالي كل ما يخص التعليم بقى هتلاقي حضرتك في بدايه الدراسه في اجازه في الـ في الـ في الـ في الامتحانات في التقديم كل الفترات دي هتلاقي فيها. ليه؟ لان في تطوير بيتم في القطاع ده دلوقتي، فده موسم مرتبط بيه ايا كان بقى التوقيت اللي بيتم فيه. حلو جدا. الاعياد والمناسبات، يعني هنلاقي في رمضان وفي الاعياد لازم هتطلع شائعات. كنت لسه اقول لحضرتك يعني رمضان اللي جاي ده هيبقى ان شاء الله في اول ابريل، فاحنا هنلاقي اخر اسبوع من مارس واول اسبوع من ابريل كم شائعات متعلق بتوافر السلع والاسعار. أيوة. غير طبيعي. غير طبيعي يا فندم، بالذات توافر السلع. على فكره دي من الملفات الشائكه جدا،
لازم نتكلم على توافر السلع والمخزون، لازم في كل خاصة يعني في وقت أزمة كورونا كان في نسبة شائعات بتستهدف القطاع ده. ليه؟ عشان تقلق المواطن ان انت مش هتلاقي الاحتياجات بتاعتك، فانت لازم تتكلبه دلوقتي على السوبر ماركت وغيره عشان تلحق تخزن. يجي مواطن تاني يروح المحل ما يلاقيش حاجة على الرف، يقول لك شفتوا الشائعة حقيقة اهي، مع انها كانت موجودة بس في واحد تاني نزل خزن. فعلا الموضوع ده، زائد بقى احنا اتفقنا في المناسبه زي في رمضان بقى والى اخره لازم هنقلق الناس في توفر السلع والحصول عليها بسهوله والكلام الى اخره. طيب انا عارف كمان انه عند حضراتكم في المركز الاعلامي مش بس تقارير او انفوجراف، كمان في فيديوهات بتتعمل. احنا طبيعي طبعا، لان انا بستخدم اليات كتير لعرض المعلومات بتاعتي، انا عايز اوصل للمواطن بكل الطرق اللي اقدر استهدفه بيها. بعرض انفوجراف، بعرض فيديوهات، وبهتم قوي في الفيديوهات يا استاذ يوسف ان انا اخد راي المواطن في الانجاز اللي موجود. حلو. يعني بيهمني جدا ان انا انزل للمواطن في المكان اللي هو موجود فيه واساله رايه في الانجاز. يعني انا عملت ده بشكل كبير خاصه في الموضوع، احنا اتفقنا ان في من الشائعات اللي كانت منتشره الموضوع بتاع العاصمة الإدارية الجديدة، الموضوع بتاع العشوائيات، إن قاطني العشوائيات مثلا مش يعني ما تنقلوش في المكان المناسب ليهم فعلا، أو الأماكن مش ملائمة ليهم مثلا، طبطين وطبطين الترع، كل الكلام ده بنزل أسأل المواطن هو اللي يرد على الشائعات من خلال الفيديو اللي أنا بعمله. حلو جدا والله يا دكتور. زائد إن أنا بعمل سلسلة فيديوهات باسمها قصص نجاح، مهم قصص جدا نجاح. بقى انزل للمواطن اللي هو في ظل كل اللي بيحصل ده هو بيشتغل وبيطلع انتاج، فلازم انا اروح له واخليه يبقى قدوه للاخرين، وانه اوضح قصه نجاحه من خلال فيديو. فانا بستخدم كل ادواتي اللي انا اقدر اوصل بيها للمواطن واعرفه ووصل له الانجازات اللي بتتم على الارض فعلا، بسمع منه وبعرضها عليه. حلو جدا، يعني الرد على الشائعة وتوثيق المنجز الاثنين. دكتور نعيم حقيقي احنا بنشكرك جدا جدا جدا، وبنشكر كل فريق العمل شغال مع حضرتك في المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، كل الشكر ليكي دكتور نعيم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري.